بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اليوم بإذن الله سوف نتعرف على الدرس الثاني من دروس الوحدة السابعة، مجال الوحدة السابعة حيوانات. الدرس الثاني الخروف والذئب. الآن استمعي معي للنص لهذه القصة الجميلة، قصة الخروف والذئب. خرجت الغنم إلى المرعى خروفا كان يسير وحده. ناداه الكبش: لا تبتعد. رد الخروف: شكرا على النصيحة، أستطيع أن أدافع عن نفسي. ابتعد الخروف عن القطيع، وفجأة رأى ذئبا كان يختبئ خلف شجرة. فرح الذئب عندما رأى الخروف وحيدا فهجم عليه. الآن يقول عنوان القصة الخروف والذئب. الخروف، يوجد بها الماذا؟ أحسنتم قمرية. الذئب الشمسية، ممتاز. المرعى، بماذا تنتهي أولى كلمة المرعى؟ ممتاز، ألف مقصورة، ألف مقصورة. وهنا خروفا بألف ممدودة، وهنا تنوين منون، الكلمة آخرها منون تنوين فتح، وتنوين الفتح هنا أتى معه الألف. ماذا تسمى هذه العلامة؟ فاصلة، ممتاز. وماذا تسمى هذه العلامة؟ أحسنتم، نقطة. النقطة تدل على انتهاء، هنا انتهاء النص كامل، وهنا انتهاء هذه الفقرة. الآن ننتقل إلى أفهم النص وأستثمره. أجيب: أين كانت تسير الغنم؟ أحسنتم، كانت تسير الغنم في المرعى، ممتاز. المرعى، الآن ماذا قال رقم اثنان؟ ماذا قال الكبش للخروف الصغير؟ ولماذا رأينا الكبش ماذا قال للخروف الصغير؟ قال له ماذا؟ لا تبتعد، ممتاز. لماذا قال له لا تبتعد يا أولى؟ لكي لا يهجم عليه الذئب، لأنه خائف عليه. أحسنتم، لكي لا يهجم عليه الذئب، أو نقول لخوفه لأنه خائف عليه، كلها صحيحة. أين اختبأ الذئب ولماذا؟ اختبأ الذئب خلف الشجرة، اختبأ خلف شجرة. لماذا اختبأ خلف شجرة؟ حتى يهجم على الخروف الصغير، حتى يهجم على الخروف الصغير. السؤال الرابع: ما رأيك في الخروف الصغير؟ هل تصرفه صحيح أم خاطئ يا أولى؟ تصرفه تصرف خاطئ، ممتاز. لماذا؟ نكتب تصرفه خاطئ، تصرفه خاطئ. لماذا؟ لأنه لم يستمع إلى كلام الكبش وابتعد عن القطيع. أحسنتم، لأنه
لم يسمع كلام الكبش. الكبش أكبر منه، لذلك لابد علينا أن نستمع لكلام الكبير يا أولى، ولأنه ابتعد عن القطيع. يجب علينا، تعلمنا من القصة يا أولى بأن ننتبه إلى كلام من هو أكبر منا ونستمع إليه حتى لا نقع في الخطر. الآن أنمي لغتي، أصل الكلمة بالصورة المناسبة. الكبش، أين هو الكبش؟ أين هو الكبش؟ أي صورة، الأولى أم الثانية أم الثالثة؟ أحسنتم، الصورة الأولى، هذا هو الكبش. المرعى الذي ترعى مثلا فيه الأغنام، أين هو؟ الأولى أم الثانية؟ الثانية صورة بحر، إذن هي الصورة الثالثة. أحسنتم، ننتقل الآن لإكمال الصور. القطيع يا أولى، أين القطيع؟ أحسنتم، القطيع هي الصورة الأولى، هذا يسمى القطيع. هنا نرى صورة السيارات الثانية والثالثة، صورة أقلام مجتمعة، مجتمعة مع بعض، يعني أين هي؟ الأولى أم الثانية أم الثالثة؟ الثالثة نراها مجتمعة، نرى القطيع هنا مجتمع. أحسنتم، ألاحظ الصورة وأقرأ. خرجت الغنم، انظري للصورة، خرجت الغنم. صورة هنا شجرة، شجرة. شكرا على النصيحة، أستطيع أن أدافع عن نفسي. هنا رأينا خرجت الغنم، الغنم نوع ألفها. أحسنتم، شمسية. هنا كلمة شجرة بماذا انتهت؟ أحسنتم، بتاء مربوطة، والتاء المربوطة تنطق عند الوصل تاء، أما إذا وقفنا عليها ننطقها شجرة تنطق هاء. شكرا على النصيحة، أيضا كلمة النصيحة تنتهي بتاء مربوطة. أستطيع أن أدافع عن نفسي، نفسي أين المقطع الساكن فيها؟ نف. أحسنتم، نف، وبها صوت طويل سي. سي مد بالياء وقبله الحرف الممدود هو حرف السين. أفكر، لماذا فرح الذئب عندما رأى الخروف؟ لماذا فرح الذئب عندما رأى الخروف؟ أحسنتم، لأن الخروف الصغير كان وحيدا، لذلك يسهل عليه مهاجمته، الهجوم عليه. ترى ماذا حدث للخروف الصغير؟ هجم عليه الذئب، ممتاز. الآن أتخيل أنني رأيت الذئب يختبئ خلف الشجرة والخروف الصغير يقترب، ماذا سأفعل؟ أحسنتم، سأقوم بتحذير الخروف الصغير ومساعدته، ممتاز. أحول كالمثال، الخروف خاف، هذا المثال، الخروف خاف. الخروف اسمه خروف، هنا الجملة بدأت باسم، الخروف خاف جملة اسمية. الآن انظري للجملة الثانية، خاف الخروف، خاف الخروف، بدأت بفعل خاف، خاف الخروف. انظري ماذا حصل، أصبحت الكلمة الأولى كتبوها ثانية، أما الكلمة الثانية كتبت أولا. الآن عندي الذئب هجم، نكتب أول شيء ماذا؟ أكتب هجم. أحسنتم، هجم، ثم أكتب الكلمة الثانية الذئب. لاحظي الذئب هجم، اسمه الذئب، بدأ بجملة، هنا الجملة جملة اسمية، الذئب هجم. الآن
أحولها جملة فعلية، أعكس الكلمات، نقول هجم الذئب، هجم الذئب. هنا هجم فعلية، حولناها إلى جملة فعلية. الحمد لله. الآن ننتقل إلى الجملة الثالثة، الغنم تسير. الغنم تسير، والغنم تسير جملة اسمية، نحولها إلى جملة فعلية. ماذا نكتب؟ نقول تسير، ونعكس الكلمات، نكتب تسير الغنم. تسير الغنم أصبحت جملة فعلية. إذن تعرفنا على الجملة الاسمية والفعلية. هنا الخروف خاف، عند تحويلها تصبح خاف الخروف جملة فعلية، وهنا الذئب هجم جملة اسمية، حولناها إلى جملة فعلية، هجم الذئب. وهنا الغنم تسير جملة اسمية، بدأت بالغنم، اسم الغنم، هنا نكتب تسير الغنم. إذا حولنا اليوم من جملة اسمية إلى جملة فعلية. الآن انظري إلى هذه الجملة، نقرأ العبارة ثلاثية ثم أرسمها بخط جميل. أبدأ من الخط من الجملة الأخيرة إلى أصعد إلى الأعلى يا أولى. ابتعد الخروف عن القطيع، نكتبها بخطنا الجميل، نراعي الحرف الذي فوق السطر والذي تحت السطر. نرى ما أنجزناه يا أولى. أرتب الكلمات الآتية، مهم جدا ترتيب الكلمات. هيا نلعب سويا لعبة ترتيب الكلمات لنكون جملة مفيدة ثم نكتبها. حيوانات عن قصصا، أقرأ الغابة، نبدأ بأقرأ. ماذا نقرأ؟ نقرأ قصصا. عن ماذا؟ أقرأ قصصا عن حيوانات الغابة. أحسنتم، هيا نكتبها. أقرأ قصصا عن حيوانات الغابة. ممتاز ممتاز. الآن ننتقل إلى أثنان، أحلل الكلمتين الآتيتين ثم أكتبها. لدي كلمة الكبش، كيف نحللها؟ نكتب ال، هنا اللام ساكنة تكتب مع بعض ال، ثم نكتب كب مع بعض أيضا. لماذا؟ لأن هنا مقطع ساكن، الباء ساكنة، كب. ثم أكتب حرف الشين لوحده، شو الكبش، ثم أعيد كتابة الكلمة كاملة. الكبش. الكب شو. ممتاز. ننتقل للكلمة الثانية، يسير. نكتب يا لوحدها، ثم سي لأنها صوت طويل، حرف المد هو الياء، ثم نكتب حرف رو. أحسنتم، يسير. الآن أعيد كتابة الكلمة كاملة، يسيرو، يسيرو. ننتقل إلى رقم ثلاثة، أكتب العبارة الآتية مضبوطة بالشكل. فرح الذئب عندما رأى الخروف وحيدا. وحيدا تنتهي بتنوين فتح، تنوين الفتح جاء معه الألف. فرح الذئب عندما رأى الخروف وحيدا. رقم أربعة، ولاحظ الجملة ثم أكتبها في دفتري إملاء منظور. خرجت الغنم إلى المرعى مجتمعة، هذا إملاء ننظر إليه ثم نكتبه. وهنا إملاء اختباري لما درسناه وتعلمناه في هذا الدرس. إلى هنا يا أولى انتهى درسنا لهذا اليوم، درس الخروف والذئب. أتمنى أن نكون استفدنا. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.